النهارده مشاهدينا عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلينا نبتدي الاول بالاحداث اللي حصلت امبارح وابرزها لقاء سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي مع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعه البنك الاسلامي للتنميه، وكمان لقاء سيادته مع نجلاء بودن رئيسه وزراء تونس، والتاكيد على دعم مصر لكافه جهود التنميه والاصلاح في تونس. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وأيضا تابع الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة. تفاصيل وأخبار تانية هنعرفها من التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي مع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ضوء الدور المهم اللي بيقوم به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي مع نجلاء بودن رئيسة وزراء تونس. اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وشدد الرئيس على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، مع الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية للأشقاء في تونس. امبارح عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله لأرض الوطن بعد اختتام زيارته لدولة الإمارات العربية اللي شارك خلالها كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وأكد مدبولي إن المتابعة الدورية للمبادرة بتساهم في سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية اللي بيستفيد بها سكان القرى. امبارح تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد أن الاجتماع هدفه متابعة أعمال محور التحول الرقمي الخاصة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية في ظل البدء في الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وده في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة وتذليل مختلف التحديات اللي بتواجهه، وأكد رئيس الوزراء عن إن الحكومة بتعمل على تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار التواصل والدعم المستمر اللي بتوليه القيادة العامة للقوات المسلحة لزيادة أواصر التعاون العسكري مع الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات، نظمت قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجمعية السودانية احتفالية تكريم أسر وأبناء الشهداء وقدام المحاربين التابعين لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية، واختتمت المراسم بتكريم عدد من أسر وأبناء الشهداء وقدام المحاربين التابعين لقوات حرس الحدود لكلا الجانبين. أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي منها مشاركة 300 محل في الأوكازيون الشتوي في الإسكندرية، وأيضا افتتاح 3 عيادات للتأمين الصحي لخدمة أهالي الوادي الجديد. أكيد، وكمان الدهلية تم إنشاء مجمع مواقف حضاري بمدينة دكرنس، والمنوفية تم إطلاق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بالمدارس، وتفاصيل وأحداث تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي تم فيها الإعلان عن إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بلغ حتى الآن 300 محل لأنشطة تجارية مختلفة، ملابس ومفروشات، أحذية، مصنوعات جلدية، أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وغيرها من الأنشطة. في المنيا تم توزيع 5000 كيلو لحوم و300 بطانية على 3700 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة المنيا، تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في الوادي الجديد تم تجهيز وافتتاح 3 عيادات لتقديم الخدمة الطبية للأهالي في 3 مدن بالمحافظة، وحالياً جاري تجهيز مكان مستقل بمركز الوحدة المحلية لمركز الفرافرة لتقديم الخدمة لسكان المركز والقرى التابعة ليه.
في بورسعيد استقبلت المحافظة 70,000 شجرة لزراعتها في المدن والقرى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ. في الدقهلية شكلت المحافظة لجنة للقيام بالمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإنشاء مجمع مواقف حضاري لخدمة أهالي مركز ومدينة دكرنس. في أسوان تم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف الطريق الدائري بلانا نصر النوبة كلبشة بطول 38 كيلومتر، وده كان أحد المطالب الرئيسية اللي تم عرضها من الأهالي بقرى مركز نصر النوبة من ممثلي وقيادات أهالي القرى. في الإسماعيلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات بمنطقة أبو شحاتة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وتم توقيع الكشف الطبي على 1564 مواطن وتقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة لعقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وفوائد التغذية السليمة. في سوهاج تم تمويل 16,176 مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال عام 2022 من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 512 مليون و900 ألف. المشروعات دي وفرت 32,344 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة. في الأليوبية أطلقت جامعة بنها 69 قافلة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر، وتم توقيع الكشف الطبي على 35,000 مواطن. في المنوفية تم تدشين مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية، السمنة والأنيميا وقصر القامة لطلاب المدارس، واللي بتستهدف أكثر من 525,000 طالب بالمرحلة الابتدائية.